يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم اجتماعا طارئا مغلقا يناقش فيه التطورات في إقليم ناغورني كارباخ بين أذربيجان وأرمينيا. أوضحت مصادر دبلوماسية أن هذه المبادرة قامت بها ألمانيا وفرنسا، تحظى بتأييد دول أوروبية أخرى هي إستونيا، بلجيكا وبريطانيا. تبادل لإطلاق النار على الأرض وتبادل للاتهامات في الصراع الدائر بين أذربيجان وأرمينيا على إقليم ناغورني كاراباخ في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن، حيث تصاعدت حدة القتال بين الطرفين على الإقليم بتبادل القصف بالصواريخ والمدفعية، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى. صراع شامل قد يجر قوى إقليمية كبرى مثل روسيا وتركيا للدخول في تلك الصراعات، حيث تمتلك موسكو تحالفاً دفاعياً مع أرمينيا، بينما تدعم أنقرة سكان أذربيجان من العرق التركي. تصعيد لم تشهده المنطقة بهذا الحجم منذ وقف إطلاق النار في الحرب التي وقعت بين البلدين في تسعينيات القرن الماضي بحسب مراقبين سياسيين. الإقليم المتنازع عليه أعلن أنه استعاد بعض الأراضي التي خسرها، فيما نفى زعيمه سيطرة جيش أذربيجان أو جيش أرمينيا على أي مواقع استراتيجية خلال معارك الساعات الماضية. من جانبها قالت وزارة الدفاع في أرمينيا إن القوات الأذرية قصفت وحدة عسكرية أرمينية في بلدة واردينس الحدودية على بعد أميال من المنطقة التي تشهد حرباً. كما نفت أرمينيا تقريراً أذرياً بأن جيشها قصف منطقة على الحدود بين البلدين، ما أدى إلى مقتل مدنيين. وكانت وزارة الدفاع الأذرية قد ذكرت أن القوات المناوئة حاولت استعادة الأراضي التي خسرتها وشنت هجمات مضادة في اتجاه مناطق فضولي وجبرائيل وأقدام وترتر. ويحظى الاشتباك العسكري بين البلدين باهتمام إقليمي كبير، لما يشكل تهديداً كبيراً لأسواق الطاقة، مما قد يفاقم الخطر على النفط الإقليمي الحالي والبنية التحتية للغاز، والذي قد ينعكس بشكل كبير على مصالح تركيا التي تعتمد بشكل كبير على النفط من تلك المنطقة. أما روسيا الطرف الخارجي الآخر للصراع، فتعتبر أرمينيا ورقة مهمة في النزاع الدائر بين موسكو من جهة والدول الأوروبية وتركيا من جهة ثانية، للتحكم في أنابيب النفط والغاز القادمة من بحر قزوين، والتي تتقاطع خطوطها في هذه المنطقة الحساسة. ويستمر القلق الدولي تجاه تلك الصراعات لما فيها من تهديد الاستقرار في منطقة تمثل ممراً لخطوط الأنابيب التي تنقل النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية. للحديث أكثر مشاهدينا ينضم إلينا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الاختصاصي بالشأن الروسي بسام البني. أستاذ بسام البني، حياك الله في قناة المملكة. عندما نتحدث عن أعنف الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان منذ التسعينات، هنا لابد أن نسأل لماذا الآن؟ أسعد الله أوقاتك كل خير. الآن لأن يعني التدخل التركي أدى إلى خلل في التوازن العسكري بين أرمينيا وأذربيجان. يعني كانت هناك حروب مستمرة ودائمة بين البلدين، ولكن دائما كانت تنتهي باللجوء إلى طاولة المفاوضات. أما دخول تركيا اليوم على الخط يعني حصل خلل في التوازن العسكري، مما شجع أذربيجان على القيام بالحرب من أجل استعادة السبع مناطق المحتلة على الحدودية المحتلة من قبل أرمينيا. إقليم ناغورني كاراباخ هو يعني إقليم جرح نازف بالاتحاد السوفيتي، وقبله توالت عليه يعني ثلاث إمبراطوريات، هي الروسية والعثمانية والفارسية. اليوم هذا التوقيت بالذات لأن أردوغان يريد أن يكسب ورقة رابحة يفاوض فيها الروس في سوريا وليبيا وأماكن أخرى من العالم. وهناك أيضا حملة لمضايقة روسيا بكل حدودها، فنلاحظ مثلا بمنطقة بيلاروسيا، روسيا البيضاء والثورة الملونة التي تقوم بها بدعم غربي، زائد تحريك جبهة ناغورني كاراباخ، زائد هناك ديبروبيتروفسك قريبا في قرب في مولدوفيا. يعني هناك ملفات كثيرة تحرك اليوم حول روسيا، وادعاءات بتسميم المعارض الروسي نافالني، والاعتراف بتيخانوفسكا كأنها زعيم للأمة البيلاروسية مع أنها ربة منزل التي تقيم اليوم في بولونيا، ويستقبلها ماكرون وستستقبلها ميركل إلى آخره.
الموضوع هو موضوع دولي بامتياز، الطرفان كانا جاهزان تقريبا لتوقيع اتفاقية قدمها الرئيس ميدفيديف قبل 10 سنوات عندما كان رئيسا، وهي يعني إعادة المناطق المحتلة من قبل أرمينيا بين عام 1992 و1994 إلى أرمينيا، بالمقابل فك الحصار عن إقليم كاراباخ يعني المستقل ذاتيا باعتراف الاتحاد السوفيتي، نعم، فقط ولم يعترف به أحد. طب هذه البلبلة لمصلحة من لنقل؟ هذه البلبلة لمصلحة تركيا بالدرجة الأولى. يعني تركيا اليوم تصطاد 3 عصافير في وقت واحد، أولا تستغل الانشغال الأمريكي بالانتخابات، ثانيا انهيار الليرة التركية في داخل تركيا يعني يؤدي إلى مشاكل لأردوغان في الداخل يريد تصديرها إلى الخارج، ثالثا هو لعب أردوغان على الورقة الزعيم التركي لكل الأتراك في كل العالم. كما نعلم الأذربيجان هم يعني يعتبرون نفسهم شعب واحد مع الأتراك، ولكنهم يريدون أن يبقوا في دولتين مستقلتين. هذا ما دعا الرئيس التركي أن يقول، شعبين في بلد واحد، عفوا شعب واحد في دولتين. هذا الموضوع يعطي أردوغان مزيد من الوقت من أجل المناورات ومن أجل أيضا اكتساب ورقة ضغط على روسيا. روسيا اليوم في موقف حرج للغاية، يعني هي من ناحية في مع أرمينيا باتفاق الدفاع الأمن المشترك، وإضافة إلى 4 دول أخرى هي كازاخستان وكركيزيا وبيلاروسيا ودولة أخرى، وبنفس الوقت في على علاقة جيدة مع أذربيجان اقتصاديا، ويعني بالشكل عام فضاء الاتحاد السوفيتي السابق هو مكان يعني منطقة مصالح حيوية بالنسبة لروسيا، فالحروب على حدود روسيا هي ضربة لروسيا بشكل مباشر، ولكن روسيا موقفها اليوم محرج للغاية، لأنها تعتبر أن الشعبين صديقين والدولتين صديقتين، وروسيا لم تعترف حتى الآن يعني وتطالب دائما كانت أرمينيا بأن يعني تخلي المناطق الحدودية المحتلة. قضية كاراباخ والقضية الأزرية قضية يعني عادلة يراد بها باطل اليوم. نعم، من موسكو الكاتب والمحلل السياسي والاختصاصي بالشأن الروسي بسام البني، شكرا جزيلا لك.